السلام عليكم. الأستاذ الحسن أغدير، مكلف مهمة برئاسة الجامعة. مرحبا بفاس نيوز بجامعة سيد محمد بن عبد الله. التجربة الأولى التي خاضتها جامعة سيد محمد بن عبد الله في التسجيلات، قمنا بتسجيل عن بعد باش طلبة ما يتبلاصاوش للكليات، باش ما يكونوش لي غيشي، يكون زيرو غيشي. غنخدم لكم لا بلاتفورم ديال بري انسكريبسيون والمراحل ديالها، وطالب جديد اشنو خصو يدير باش يتسجل بالجامعه ديالنا ولا في كليه من كليات الجامعه. مرحبا بكم. دونك كما هو مبين، طالب جديد اللي بغى يدير تسجيل بجامعه سيد محمد بن عبد الله تيدخل بلو ليان بري انسكريبسيون بوان اسيم بي ا بوان سي بوان ام ا. دونك طالب خصو يدخل الرقم الوطني للطالب او رقم مسار وتاريخ الازدياد. دونك ندخلوا رقم مسار وتاريخ الازدياد، تنضغطوا على تسجيل اوتوماتيكمون تجيب لي السيستم المعلومات الشخصيه ديال الطالب اللي كاينين في اللي عنده في الكورسوس ديالو في وزاره التربيه الوطنيه. دونك عنده الحق دابا باش يموديفيا الا كانت عنده معلومات خاطئه في وزاره التربيه الوطنيه، يصحى باش يدخل الجامعه بمعلوماته الصحيحه. دونك تدخل المعلومات باللغه العربيه واللغه الفرنسيه. بعد تعبئة استمارة طلب تسجيل القبلي تنضغطوا على تسجيل اوتوماتيكمون، هنا تتكريا ليميل اكاديميك ولا البريد المهني للطالب على الشكل الاسم الشخصي بوا الاسم العائلي اروباسك اسيم بي ا بوا اسي بوا ام ا. هذا البريد الالكتروني يبقى الوسيله الوحيده للتعامل مع الجامعه ومع الكليه. دونك المرحلة الثالثة تعبئة استمارة التسجيل القبلي. هنا في هذه المرحلة توجد نقطة مهمة هي اختيار مسلك التكوين والتخصص الدراسي. هنا يجب على المرشح مراجعة العرض التربوي في المؤسسة التي وقع عليها الاختيار والاطلاع على محتوى التكوينات والتأطير وظروف الدراسة وتفكير في فرص التشغيل التي يتيحها التكوين. وهل التكوين المختار مفتوح برسم سنة 2017-2018 من أجل اختيار موفق ومؤسس على قناعات شخصية. بعد الضغط على زر سانسكرير، هنا في هذه المرحلة يعطى للمرشح عنوانه الإلكتروني المهني بصيغة nom.prenom@usimba.ac.ma بصفة تلقائية بمجرد نقر علامة التسجيل المشار إليها سابقا، ويظهر هذا العنوان الإلكتروني في الصفحة وعلى مطبوع التسجيل القبلي، ولكن تشغيله سيتأخر لمدة ساعتين بعد ذلك، وبعدها سيتيسر استعماله وهو المعتمد ليكون الوسيلة الإلكترونية الوحيدة المسموح بها للتواصل مع الجامعة، وعبره يتوصل الطالب بكل مستجدات الجامعية التي تعنيه. دونك ومن أجل استكمال التسجيل القبلي بالجامعة يجب إرسال الملف الورقي إلى المؤسسة عبر البريد المضمون، وأؤكد هنا على البريد المضمون، ويتكون من الوثائق التالية كما هو مشار هنا: مطبوع التسجيل القبلي، نسخة مصادق عليها من دبلوم البكالوريا، نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، صورتان شخصيتان، نسخة من عقد الازدياد دونك هنا يجب طباعة والاحتفاظ بالوثيقتين مطبوع التسجيل القبلي ووصل إيداع الملف. هناك موقع آخر لإعادة التسجيل بالنسبة لطلبة جامعة سيد محمد بن عبد الله عبر الموقع reinscription.usimba.ac.ma. Bonjour, Satori Iman, je suis ingénieur d'état en informatique à la présidence de l'université et je suis chargée de l'administration technique de la base de données universitaire de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc après l'opération de préinscription en ligne, on passe par une étape de vérification de l'ensemble des listes des inscrits et par la suite ils sont stockés automatiquement sur la base de données Apogée. Donc c'est Apogée, c'est un système
ou un logiciel client-serveur qui permet la gestion des enseignements et des étudiants de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Donc c'est un logiciel de gestion intégrée qui permet la gestion d'un ensemble de modules. Donc par exemple, on a l'inscription administrative, l'inscription pédagogique, c'est-à-dire le rattachement à un ensemble de cours et de modules, et par la suite la gestion de notes et de résultats. Donc, pour cette année universitaire 2016-2017, on va entamer l'édition de diplômes automatiquement par rapport ou à partir de la base de données Apogée. Et les diplômes seront édités sur des imprimés spécifiques, normalisés et dotés d'un ensemble de numéros uniques par rapport à chaque étudiant. Donc, c'est donc l'objectif d'éviter et d'empêcher les falsifications et les contrefaçons. Et dans le cadre de la stratégie numérique, donc l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah a acquis un ensemble de matériels et logiciels plus performants pour s'adapter aux nouvelles technologies et pour assurer une connexion performante avec l'ensemble des établissements de l'université pour la bonne marche des délibérations et des éditions de diplômes. Donc on a acquis un ensemble de logiciels, une nouvelle licence Oracle 11G, plus performante que l'ancienne 9i, pour rendre le système plus performant et pour accélérer l'ensemble des traitements de délibération et de calcul de nombres et de résultats. Merci. محمد فردوسي مكلف ب سيرفيس اس اي سيستم دانفورماسيون. كما تعلمون ان الجامعات تتوفر على قاعه البيانات تتضمن جميع المواصفات العالميه من اجل تقدم الجامعه بكل ما يخص المعلومات والتقنيات. هنا كما تلاحظوا هذه لا بارتي ديال الريزو اللي تتعمل على الانتر كونيكسيون ما بين مركز الجامعه يعني الرئاسه مع جميع المؤسسات التابعه لها عبر الالياف البصريه اللي فيها اللي يمكن لها كاباسيتي ديالها تتعدى دي جيجا اي دي جيجا انترنت. بالنسبه لهذا لابارتي هذه كل ما يخص لابارتي ديال لي سيرفور الستوكاج ديال المعلومات اترافير دي زيكيبمون سبيسيفيك لهاد العمليات. هنا كما تلاحظون يمكننا نباسكولو هنا دونك هذا كما يعني سويتش كي في ام اللي تيمكننا الباسكومون ديال لي سيرفور تيمكننا ندخلو لاي سيرفور ونحدثو فيه جميع العمليات هذه مباشرة واما عن طريق يعني عن بعد اترافير دي بي سي